الأخبار المهمة عن واجهة سامسونج الجديدة، مقارنة بين آيفون وجالكسي من المستقبل، وأكبر حملة تسريبات عن هاتف هواوي العملاق. أهلا بك في نشرتك. بقلوب صابرة محتسبة تنعي قناة رقمي الزميل العزيز المصور الصحفي عبد الرحمن صايمة، والذي استشهد في غزة بعد إصابته بصاروخ صهيوني. عبد الرحمن كان شاهدا على مسيرة القناة منذ بدايتها، أكثر من 2 مليون مصورا ومنتجا لبرنامج أبتكار. الصبر والدعم لعائلة عبد الرحمن. كل عام بخير. أصدرت سامسونج أسماء الهواتف التي سوف يصلها الواجهة الجديدة ونيو آي 6.1، والتي تحتوي على مميزات من هاتف جالكسي S24 ألترا. تأتي سلسلة هواتف سامسونج جالكسي S24 مزودة بميزات جالكسي AI الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وقدمت سامسونج هذه الميزات على أحدث إصدارات واجهة نظام التشغيل ونيو آي 6.1 المستندة إلى أندرويد 14. وفي وقت لاحق أكدت الشركة توفر ميزات جالكسي AI على هواتف جالكسي الذكية والأجهزة اللوحية القديمة في وقت ما من شهر مارس. وفي إعلان رسمي أكدت سامسونج أن طرح One UI 6.1 على أجهزة جالكسي الأقدم سيبدأ بحلول نهاية مارس 2024. وشاركت الشركة قائمة بأجهزة جالكسي التي ستتلقى تحديث One UI 6.1. يمكنك التحقق من الأجهزة المؤهلة والتي تظهر أمامك الآن على الشاشة، كما تركنا لكم الأسماء في الوصف أسفل الفيديو كي تطلع عليها. وتشمل مميزات جالكسي AI عدة إضافات، مثل دائرة البحث وهي ميزة لرسم وضع دائرة حول كائن أو منطقة على الشاشة للعثور على مزيد من المعلومات عنها، وميزة التحرير التوليدي، وتساعد المستخدمين على إزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور وإعادة وضع الكائنات داخل الصور. ولا ننسى الميزة العملية والمفيدة، الترجمة المباشرة، حيث توفر ترجمة فورية للمكالمات الصوتية داخل التطبيقات المدعومة. ومن المميزات أيضا مساعد الملاحظات لتطبيق سامسونج نوت. هذا المساعد يلخص النص داخل تطبيق الملاحظات، ويمكنه أيضا تطبيق أنماط تنسيق معين على الملخص. ويعتبر هاتف جالكسي F15 5G هو أول هاتف من سامسونج بسعر اقتصادي يحمل واجهة One UI 6.1. هناك مقارنة بين هاتفين على الساحة، لكن ماذا عن مقارنة من المستقبل بين آيفون 16 برو ماكس وجالكسي S25 ألترا؟ إليك النتيجة. من المنتظر أن تكشف شركة كوالكوم عن معالج سناب دراجون 8 الجيل الرابع، وهو المعالج الذي يفرض نفسه على سلسلة هواتف جالكسي S25 من سامسونج العام القادم. الإعلان الرسمي عن المعالج من المتوقع أن يتم في خريف هذا العام. وفقاً لتقارير متعددة، سيوفر المعالج قفزة هائلة في الأداء مقارنة بسابقه من الجيل الثالث، والذي يدعم هاتف جالكسي S24 ألترا. وكان تسريب سابق ادعى أن الجيل الرابع القادم من معالج سناب دراجون سيحقق نتيجة أحادية نواة تبلغ 2800 نقطة على منصة اختبارات الأداء جيك بنش، وهي قفزة هائلة مقارنة بنتيجة المعالج الحالي الجيل الثالث، والذي حقق نقاطاً بلغت 2100 نقطة. ووفقاً لتسريب جديد من الصين، سيكون معالج سناب دراجون 8 الجيل الرابع قادراً على تحقيق نتيجة أحادية نواة تبلغ 3500 نقطة. وإذا تبين أن هذا صحيحاً، فإنه سيكون أمراً مذهلاً. من ناحية أخرى، يقال إن مجموعة شرائح أبل A18، والتي من المتوقع أن تعمل على تشغيل هواتف آيفون 16 برو، قد حققت 3300 نقطة في الاختبار. يقول التسريب أيضاً إن أداء معالج سناب دراجون 8 الجيل الرابع متعدد النواة ووحدة معالجة الرسومات سيكون أيضاً أسرع من أداء أبل A18. وهذا يعني أن معالج سناب دراجون 8 الجيل الرابع سيهيمن بشكل كامل على المعالج القادم من شركة أبل، مما يسمح لسلسلة جالكسي S25 بالتفوق على آيفون 16 برو. وإذا صدقت التسريبات، فهذه المرة الأولى التي سيتفوق بها هاتف سامسونج الذكي على هاتف آيفون في أداء النواة الواحدة لأول مرة. سيحتوي معالج سناب دراجون 8 الجيل الرابع على نواة أوريون كنواة رئيسية، ونواة فينيكس نواة عالية الأداء،
وفقاً لتسريب آخر، ستعمل شركة كوالكوم على تشغيل نواة أوريون بسرعة 4.3 جيجا هيرتز، وهو رقم لم يسمع به من قبل في صناعة الهواتف المحمولة، ونواة فينيكس بسرعة 3.8 جيجا هيرتز. لكن المعالج ليس الملعب الوحيد الذي تستعد سامسونج لتقصف به الآيفون، أيضاً لدينا ذاكرة الوصول العشوائي الرام، فمعالج كوالكوم القادم سيجعل أداء الرام أفضل. وكشفت تقارير عن نية سامسونج وشركائها تسريع الإنتاج الضخم لذاكرة الوصول العشوائي LPDDR6 DRAM للحصول على الريادة في الصناعة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ويوفر الجيل التالي من ذاكرة الرام نطاقاً تردودياً أكبر بكثير للبيانات، وهو أمر مهم لمعالجة أسرع لمهام الذكاء الاصطناعي على الجهاز. هواوي مستمرة مع هواتفها القوية، وهذه المرة لدينا تسريبات عن أقوى هاتف قادم من الشركة. كل الشركات التي تعتبر أقطاب سوق الهواتف الذكية في العالم كشفت عن هواتفها الرائدة لسنة 2024. أبل كشفت عن عائلة آيفون 15، تبعتها سامسونج بجالاكسي S24، ثم شاومي 14، وبعدها هونور ماجيك 6. لم يبقى سوى هواوي بعائلة هواتفها الرائدة B70. الجميع يترقب وينتظر، بماذا ستنافس هذا الجيش من الهواتف الرائدة؟ منافسة دموية تظهر كجولة داخل ببجي، كل واحد يسعى للقضاء على البقية ليظل الوحيد على عرش الهواتف الذكية. في هذا التقرير نعرض كل ما نعرفه حتى الآن عن عائلة B70 من تصميم، مواصفات، مميزات تقنية، وحتى تاريخ الإطلاق. هواوي ستطلق 3 أفراد من العائلة: B70 العادي، B70 برو، وB70 Art. الشركة بقيت متحفظة على التصميم ولم تترك للتسريبات مجالا تظهره فيه بشكل واضح ومؤكد، لكن خلال الأسبوع الماضي نشر المصدر الموثوق Digital Chat Station غطاء يزعم أنه مخصص لB70، مصمم من أحد العلامات التجارية، تظهر فيه نافذة الكاميرات بتصميم لم نعتد عليه، عبارة عن مثلث بزوايا مقعرة وثلاث عدسات. نفس المصدر نشر في وقت سابق مواصفات للعائلة تعد بشاشة بأطراف منحنية من كل الزوايا مقاس 6.7 إنش من نوع أوليد بدقة 1.5K. بنسبة كبيرة سيكون كيرين 9010 القلب النابض للعائلة. مصدر كشف أنه بمعمارية 3 نانومتر، لكن الأمر سيكون صعباً مع القيود المفروضة على هواوي إلا إذا وجدت الأخيرة مخرجاً من الأزمة التي تطاردها. لكن الجيد أن جميع أفراد العائلة ستدعم شبكات 5G. من ناحية البطارية ستكون بسعة 5000 ملي أمبير. التسريبات لا زالت غير واضحة حول كاميرات كل فرد. التسريبات تقول إن الهواتف ستشترك في عدسة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة متغير، عدسة ألترا وايد 50 ميجا بكسل، وعدسة تيليفوتو بنفس الدقة بتقريب بصري يصل لأربع مرات. المبهر أن نسخة ألت سيضم كاميرا ألترا وايد بمستشعر حجمه 1 إنش عدسة بطبقة زجاجية وست طبقات بلاستيك، ما سيمنح صوراً واسعة، ساطعة وواضحة مع ألوان أكثر عمقاً. عدسة ألترا وايد ستكون من أكبر الترقيات في السلسلة، لكن علينا الانتظار لنتعرف أكثر على ما ستقدمه. كان من المقرر رؤية الهاتف يخرج للعلن هذا الشهر، لكن خبراً مفاجئاً صدر هذا الأسبوع أقر بتأجيل الإعلان إلى نهاية شهر أبريل المقبل. بعض المصادر أرجعت سبب التأجيل لمشاكل في سلسلة التوريد، أمر غير مستبعد من شركة تتعرض لقيود خانقة في السنوات الأخيرة من طرف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. والآن أهم الأخبار السريعة لهذا الأسبوع. خدمة يوتيوب بريميوم تصل إلى 10 دول جديدة بما فيها المغرب، اليمن، وليبيا، وهي خدمة مشاهدة اليوتيوب مع مميزات إضافية، من أهمها عدم ظهور إعلانات وتنزيل المحتوى ثم مشاهدته لاحقاً بدون إنترنت، والاستماع إلى الفيديو حتى لو خرجت من التطبيق وأغلقت الشاشة. شركة إيسوس تعلن عن هاتفها الرائد الجديد زينفون 11 ألترا الرائد بمعالج سناب دراجون 8 الجيل الثالث، وبسعر يبدأ من 100 يورو لخيار 12 جيجا بايت رام. جوجل تضرب مع المتابعين موعداً مع مؤتمر I.O. للمطورين يوم 14 من شهر مايو القادم، وذلك لكشف مجموعة منتجات وأنظمة تشغيل. فيفو إكس فولد 3 يصدر يوم 26 من شهر مارس الجاري حسب صورة تشويقية للجهاز. في اليوم الأول من خروجه للأسواق تم بيع أكثر من 100,000 وحدة من الهاتف الأنيق Nothing Phone 2A. لينوفو تكشف عن تابلت جديد للألعاب Y700 بمعالج سناب دراجون 8 بلس الجيل الأول، وبسعر يبدأ من 600 يورو. شكراً للمتابعة، ونلقاكم الأحد القادم من نشرتك. سلام من سلام.